محليا أكد والي ولاية برج بوعريريج الدكتور محمد بن مالك على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للمياه أن الخطة الاستراتيجية التي وضعت لمجابهة الجفاف بالإضافة إلى الأمطار الأخيرة التي تساقطت التي أيضا تسمح بالقضاء على مشكل شح المياه خاصة في شهر رمضان وكذلك فصل الصيف مما يسمح بتزويد المياه بأريحية. مراسلة عبد الملك الرفيس. التظاهرة والاحتفالية باليوم العالمي للمياه راكم تشوفوا أن في سد عين زادة وين الحمد لله دخلوا عدة كميات من المياه من خلال الأمطار التي تساقطت مؤخرا. الشيء اللي يطمن ونطمنوا مواطنين ولاية برج بوعريريج خاصة ونحن في ولاية برج بوعريريج عندنا 3 سيستيم بالنسبة للبلديات 12 اللي يتزودوا بالمياه الصالحة للشرب من سيستيم عين زادة نطمنوهم لأن دخلوا عدة كميات من خلال الأمطار الأخيرة اللي تساقطت ومازال المياه تدخل للسد اللي نضمنوا بها إن شاء الله استمرارية نتاع الأيام المقبلة إلى الصيف إن شاء الله. وفي نفس الوقت رانا درنا وضع حيز الخدمه النقب المائي في عين تغروت اللي يمكن ثاني كنقدروا نخرجوها من السيستم نتاع عين زاده. وايضا بالنسبه الى درنا توصيات وعطينا توجيهات باش نعملوا على شبكه المياه اللي راهي فيها تسربات كبيره وضايع فيها عده مياه اللي يمكن تاثر مباشرة على التوزيع العادل لمواطني ولاية برج بوعريريج اللي فاقت 40% وهذا شيء كثير ومش مقبول تماما. وين دوك اعطينا التعليمات التوجيهات باش نكثفوا الجهود مع شرطة المياه مع الموارد المائية مع لاديو مع الجمعيات الفاعلة المجتمع المدني الإذاعة المحلية أنتم كإعلاميين وصحافة